قال لي أيضا أن صدام حسين اعتذر، وقلت أنه لا وجود لمثل هذا الاعتذار، وهو قال سأراجع لأتأكد. أتمنى أنه راجع وتأكد. عندما تتحدث بحقائق تاريخية يا دكتور يحيى، عندما أستاذ أمير بسمح لي، عندما تتحدث بوقائع تاريخية لا تتحدث بكلام مرسل، موجودة لأنه هذا الكلام المرسل يعني لن أستطيع أن أمرره، لم يكن موضوعنا هذا، ولكن لن أستطيع أن أمرره. اعتذر هذا غير صحيح بالمطلق، أكرر هذا غير صحيح بالمطلق، ارجع إلى الوثائق وستجد هذا. ما أريد أن أقوله هنا، نعم لا هو لم يقل فقط هذا، قال وأنه اعترف أنه العراق هو الذي قام بالحرب.